المستثمرين الموجودين في تونس. عدد المستثمرين في تونس عندهم 3800 مؤسسه في تونس، من بينهم 1450 مؤسسه مصدره كليا، يشغلوا في 175,000 تونسي. علاش الانسحاب هذا جدا؟ هذوما البارحه صارت ندوه صحفيه بين الغرف التجاريه الالمانيه والايطاليه والفرنسيه، ألمحوا أنهم معناتها ممكن يتنقلوا لدولة شقيقة، دولة مغربية شقيقة، وممكن تكون المغرب. الأسباب عدة، بالأساس هو قانون المالية. اليوم السيدة وداد بوشماوي عرضت الموضوع هذا على السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، فما صعوبات معناتها باش تعرضوا لها. مسألة أخرى هي يقولوا أنه معناتها نسبة الإنتاجية خفت، الوضع الأمني زاد معناتها صعيب جدا. مسألة ثالثة هي عملية التواصل، عملية البنية التحتية قاعدة تتهرق في تونس، وهذا بالتالي معناتها ما يشجعهمش هما باش يبقاوا، وما يشجعش المستثمرين الآخرين باش يجيو تونس. هذه صيحة فزع نطلقوها بخصوص هالوضع هذايا، ولابد من الحكومة باش تراجع حساباتها، وخاصة قانون المالية لابد من مراجعته فيما يخص المستثمرين. يعطيك الصحة جمال على المعطيات هذه.